هلا سلمى، وصلنا لفقرة كتير مهمة وكتير نحن بنسمع بحياتنا وبحسب تجربتنا يمكن واحتكاكنا مع الأشخاص، قدي في ناس يمكن دخلوا فروع معينة بالجامعة نتيجة رغبة الأبوين إنه واحد أو واحد منهم إنه ابنهم يدرس الفرع صحيح. المعين، أو حتى إنه علاماته مثلا أهلته لدراسة فرع معين. ما هون بيجي السؤال، هل هذا الفرع ممكن يدخله بالحياة العملية فيما بعد؟ خاصة السؤال كتير مهم اليوم بهي الظروف الاقتصادية الصعبة سلمى، مزبوط فرح، قد ايه نحن وكتير في ناس بتدور على فرع او مثل ما بيقولوا يكون في له شغل. يعني فرص عمل انا ما اقل ما بحب هاي يمكن. الدراسه، بس انا بدي ادرسها مشان ممكن لاقي وظيفه فيها اتوظف فيها. طبعا سلمى، اما اليوم لما بنحكي عن المهارات اللي ممكن نكتسبها فيما بعد، يعني نحن مثلا درسنا الفرع المعين وللاسف يمكن فرص العمل قليله، بنقدر نحن فيما بعد نكتسب هي المهارات المعينه لحتى نخوض في سوق العمل ويصير عندنا مردود اقتصادي جيد نوعا ما؟ كل هي الاسئله رح يجاوبنا عنها الاستاذ فادي حجازي المدرب الدولي. يسعد صباحك استاذ فادي، صباح واهلا الخير، وسهلا اهلين فيك. وسهلين يسعد فيكم. صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلين فيكي، هلا صباح يعني الخير. يمكن من اول ما بلشت خليني اقول لغه الكمبيوتر صارت موجوده وكبيره بهذا العصر، بلشت الناس تسال يا ترى كل الاشخاص وشو ما كانوا دارسين وشو ما كان شهادتهم بيقدر يدخل ويتعلم وياخذ يمكن يحرز مثل ما بيقولوا تقدم بمجال علم الكمبيوتر ولا لا؟ اكيد هلا كل واحد بيكون في عنده اراده بيجذب الشغل له. هي قبل شوي كنا عم نحكي فيها، تمام؟ يعني مثلا انا حابب مهنه محدده علما انه دراستي غير، فمجرد ما فكر تفكير انه انا بدي هذا الشغل، تمام، بكل بساطه فيه يعمل دورات بهذا المجال بالتحديد، فبكل بساطه فيه يوصل لهدفه. طبعا اكيد الاراده هي رقم واحد، يعني ما في الواحد مثلا انه انا بدي اعمل هيك بس بركي ما زبطت، بلكي ما كذا، صح ولا لا؟ صح. فمجرد ما فات وحط رجله بالخطوه الاولى، اكيد المدرب لازم يكون في له دور، هو الدور الكثير مهم. بالاضافه لدور الشاب او الصبي اللي عم يعمل هي الدوره. استاذ فادي، مثل ما حكينا بالمقدمه يمكن كثير من التفاصيل للاسف اللي هي عم بتصير انه بعض الاشخاص ما بيختاروا هن الفرع اللي ممكن يدرسوه، وممكن يكون بنفس الوقت هذا الفرع ما في فرص العمل مثل باقي مثلا المجالات. هون برايك الشخص قد ايه قادر انه يتعلم شيء جديد ويكتسب مهارات جديده لحتى يدخل الى سوق العمل؟ وبعض الاشخاص يمكن من الامثله اللي شفناها اثبتوا تفوق كثير كبير. تماما، رح احكي لك عن تجربتي الشخصيه. هلا انا طلعت من التاسع ما جمعت علامات كثير، طلعت تجاره واقتصاد، دارس ليسانس تجاره واقتصاد، تمام؟ فثلاث سنين قعدت انه شو بدي اعمل؟ شو بدي اساوي؟ انه انا الوحيد هيك بين رح نقول العيله انه هذا اللي داخل تجاره انه اقل من العلمي واقل من الادبي. فكان في رده فعل داخليه عندي انه لا، انا بدي اثبت هذا الشيء. حلو. بصف العاشر، بصيفيه العاشر بالتحديد، صرت افتعل على المحلات. قول لهم بدكم محاسب يكمشوا حساباتكم. هلا من زمان كانوا هدول الختايره اللي حاطتها النظارات السميكه ويفتح على المحلات. انا لا، عملت دوره بسيطه على الكمبيوتر وهون فات يعني حب الكمبيوتر لي او المعلوماتي. من وقت ما انا صف العاشر صرت اكمش حسابات المحلات، تمام؟ يمكن هلا كثير في ناس عم تشوفني بتقول هات فادي نفسه اللي هيك كان قده. افتح على المحلات اعطيهم تقرير، تماما، كل نهايه اسبوع كل خميس بيقولوا هدول تبع الجمعيات والقصص هي. من هون بلشت. فانا من صف العاشر، انا حقول صيفيه العاشر بشتغل، حبيت الشيء اللي انفرض علي وحبيته من جوات قلبي. يعني هلا مثلا اذا فتحنا مخه لفادي، تمام، بنلاقي محاسبه، بنلاقي حسابات، بنلاقي الشيء اللي بخص الحسابات، والقسم الثاني الهوايه تبعي هي شو؟ الكمبيوتر. جمعت بيناتهم طلع فادي. احكي لنا شوي، كملنا شوي عن مسيرة فادي اليوم، كيف نحن قدرنا نوصل لمدرب دولي من شخص بصف العاشر يمكن هو لا أدبي ولا علمي، يمكن هي الكارثة عند الأهل بتكون بالبداية. أكيد أكيد، تمام. هلا بلشت قلت لكم بهالمحلات هدول. هلا شوي شوي وقت واحد بيثبت حاله، يعني أنا بكل بساطة كنت عم أشتغل يعني بكل أمانة وضمير. وححكي لك قصة، أول ما بلشت شغل ما كان في حدا يقول لي إنه هيك لازم تعمل. ففي عنا بالمحاسبة كل فترة مطابقة، اللي أنا عندي إياه تماماً لازم يكون عكس التاجر الطرف الثاني. فعم طبق مع محاسب كبير وختيار، تلاقيت حساباتي مثل حساباته. استنتجت بعد شهر أنا عم بشتغل إنه كل شغلي غلط، ما حدا عم يصلح لي. صلحت لحالي، رجعت عدت الحسابات وما حكيت له التاجر إنه أنا هيك 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 مخربة. فتعلمت من حالي. هلا هذا الخطا صرت نبه عليه كل الطلاب،
وبقول لهم دائما انه انا بلشت هيك وخربطت. يعني الواحد اصلا اذا ما خربط ما بيتعلم من غلطه. صحيح طبعا هذا الاساسي. ويمكن لهيك عم بدي اسالك اليوم في مجالات متعدده واشخاص من فروع متعدده عم يلجؤوا لكم ضمن المعهد لتعطوهم دورات تدريبيه ايضا مختلفه بعلوم الكمبيوتر، يعني ما عاد فقط مثل ما بيقولوا رخصه صياغه الكمبيوتر اللي بسموها الاي دي سي ال. هل هي المجالات الواسعه اللي هلا صارت موجوده قد ايه صارت بتغني الشخص بعمله؟ يعني انا مش شرط تكون محاسب او شغلي مكتبي لاتعلم على الكمبيوتر مهارات معينه، خلينا نحكي عن هي المجالات. بيجيني كثير طلاب مثلا دارسين صيدله، بده يفتح صيدليه او بده يفتح صيدليه، بيقول انه انا بحسن اكمش حسابات حالي. إيه اكيد، مو لانه هو دارس صيدله او دكتور او اي شيء، كل انسان في يكمش حساباته في يدقق حساباته شخصيا. بفكره بسيطه وحنقول يعني مو هي المده الزمنيه اللي بتعلم، يعني دوره نحن حنقول مبادئ المحاسبه اللي انا بعطيها تماما هي مدتها اسبوع، ولكن كم المعلومات اللي بينعطى بهي الفتره كثير كبير. وبساطتها يعني اسهل شيء الواحد شلون يوصل فكره تماما لقلب الشخص. يعني اذا ما كان الواحد انه انا بدي اتعلم بدي اساوي، لو بتضل شهر وشهرين وثلاثه طبعا ما حتوصل. فكثير بيجوا فعلا بهالقصه هي يعني صيادله محامين، يعني هلا المحامي عندنا اغلبيه الوقت انه اي حسابات بفوت فورا بالحيط، لا ما بفوت بالحيط، هي اغلبيه اللي دارسين ادبي فينا نقول وهيك تمام. شكرا. دارسه محاماه؟ دارسه ادبي واسمه محاماه. هاي يعني فورا فتنا بالادبي، هلا بقول لك واحد زائد واحد نشتغلهم على الاكسل. ففعلا ليش؟ هي كثير بسيطه القصه، بالعكس انا يعني الطريقه حنقول والاسلوب حيكون بسيط ومبسط قدر الامكان نخفف. وواحدة من الشغلات يلي يعني فعلا بساويها شخصيا انه بصير مثل الطالب تماما، يعني بشوف انه هاد شو بده وهاد شو بده وهاد شو بده، بوحد فينا نقول بين التفكير تبعهم وببلش الحصه بكل بساطه. هلا قبل ما نشوف كل شخص شو اهتماماته وشو بده، قد ايه بتشوف استاذ فادي انه اليوم في فعلا فروق فرديه بين الاشخاص وحتى فروق بالقدره على اكتساب المهارات بشكل اسرع؟ حضرتك بقدر تكتشف هذا الشيء يمكن بين بدايه الجلسه او بعد اول جلسه لحتى تعطي يمكن كل شخص المعلومات اللي بتناسب مقدرته؟ تمام، رح احكي لك شغله. في طالب مرة اجى لعندي بطيء كثير بالكتابة، يعني مثلا حاعطينا فكرة بعدين بنقل لهم اياها مشان اللي ما عنده مثلا وسيلة تدريب بعد فترة يتذكرها من هالكتابة اللي عم يكتبه. حسيته بطيء، الله يذكره بالخير يا رب. رحت لعنده قلت له ليش انت هيك بطيء انه الباقي اسرع منك بالكتابة؟ قال لي انا صار لي 8 سنين عسكري فعم بستنى عم بتذكر كيف الحرب الحرفة بينكتب. هذا الطالب بالتحديد رجعت عدت له الدوره من اول وجديد، يعني مرتين سوقها، وهلا هو استاذ عم يدرس هي الماده بالامانه السوريه للتنميه. كثير حلو، يعني كثير حلو وقت يعني انا كمدرب صدق عنده من جواته هي الرغبه هو لحتى قدر يصير مدرب. اكيد، بس بنفس الوقت لازم تتقدر من الطرف الثاني طبعا. يعني انا لو ما طولت بالي عليه تمام ولا شفت، يعني شفت انه هو بده يصير تمام، ما كان بهالموقع هذا. والحمد لله يعني كثير في طلاب من عندي صاروا اساتذه وصاروا باماكن حنقول اداريه تمام بينحكى فيها. وهلا هن اكيد كلياتهم شايفيني، يعني انا وقت قالوا لي على الحلقه قلت لهم كلياتكم بتعدوا تشجعوني. طيب خلينا نحكي استاذ فادي معلومه قلت قبل شوي انه مو شرط اللي بفوت احيانا دورات ما دغري بيتعلم، ممكن بده دوره وتنتين وثلاثه. فانت حاولت انك تعمل اختزال مثل ما بيقولوا، انك تختزل اكبر قدر ممكن من المعلومات. هل كمان هذا الشيء احيانا بتلاقي فيه فروقات، يعني بين مو كل الاشخاص بيتلقوا المعلومات نفس الطريقه، بتحاول تفرزهم مثلا بشكل معين ولا لا؟ هلا فينا نقول احنا شطاره المدرب شلون يوحد القدرات بالصف، وشلون يعني ما يحس انه السريع على الكمبيوتر تماما هو كثير سريع والبطيء على الكمبيوتر هو كثير بطيء. يعني كثير في ناس بيجوا عن جد الماوس ما بيعرفوا يكمشوها تمام، والعمر يعني ما بيسمح له. مره جاني حدا مولده ال 67 بده يتعلم، وفعلا هلا كمان الله يذكره بالخير هو هلا استلم مدير مالي بشركه كبيره هون حنقول بالشام، بده يتعلم. هلا كان بطيء وصل له زمان ماله فاتح الكمبيوتر وهيك، وتعلم ايه تعلم
وكانوا كل الطلاب نعمل جو انه هذا ابو محمد معنا وكذا هيك، حطه قدامي، حطه اول طالب، يعني دير بالي علي شيء. بنفس الوقت اجاني طالب صف سابع، هلا صف السابع لازم يعرف شويه كمبيوتر وهالقصص هيك، طبعا عم طلع الاول على الدوره كلياتها. يعني فرق الاعمار فينا نقول طبعا عم يكون بقلب الحصه، بستغرب احيانا بيعملوا انترفيو او بيعملوا مثلا فرز مثل ما بتقول هلا حضرتك انه هي هيك وهي هيك، لا بالعكس، كل ما كان في تنوع بقلب الحصه كل ما كان احلى، لانه كل واحد عنده فكره. ممكن هالشاب الصغير تماما ما يطرح السؤال اللي عنده، يستحي، ومن اللي اكبر منه يطرحه، او بالعكس الكبير يطرح فكره تماما ما خطرت ببال الصغير. هلا هون ده دور المدرب كمان، يمكن تلقي المعلومات من الاشخاص انه كيف بيدعمون، كيف قادر يطورون، انه يكون عنده هو هي المهارات قبل ما يطلب انه تكون موجوده عند الناس الاشخاص تمام. المتدربين هي هون الفكره بسحب المعلومه. يعني انا بزمناته حنقول مدربيني، يعني انا مدرب دولي، انت ما سالت منين مدرب دولي، معتمد من اتحاد مدربين العرب من الجمعيه السوريه للمعلوماتيه تمام. فاحد الاشخاص قال لي بكره حيجي وقت بعد زمان تتعلم من طلابك، يعني ما في اي حدا نازل من السماء ومتعلم كل شيء. انا لحديت هلا بعمل دورات وبتعلم تمام، وفعلا في طلاب بتعلمني. يعني قد ما نحن اشتغلنا بعلوم الكمبيوتر هي بحر، وقد ما اختصيت ببرنامج معين كمان بضل ناقصني شيء. ففعلا في فكره طالب حكاها انا ما بعرفها، بمسألة محاسبة حطيت الاسم تبعه، وكل ما بقولها بقول في طالب علمني هي الشغلة. حلو تمام، هذا كتير حلو. وفعلا كمان هذا الطالب صار مدير مالي بأحد الشركات الموجودة هون. طيب كنا عم نحكي هذا الحكي يمكن تحت الهواء بس بشكل مختلف، وقت فتت وسألتنا قدي صلكم بهذا المكان، قدي صلك أستاذ فادي مبدئيا بالتدريب كم سنة؟ بالتدريب صلي 15 سنة. 15 سنة كنا عم نقول كتير ولا قليل، لازم نغير ما لازم نغير، وانت جاوبت قبل شوي انه انا كل يوم عم بتعلم. اليوم قديش بيفرق الشخص اللي بيكون ثابت بمكانه ما بيحاول يتغير، ولا حتى مهما الظروف تغيرت حواليه ما بيحاول يتطور، وبين الشخص اللي بلش حلمه من هو طالب بعد التاسع انه هو يعمل فرق يخلي الناس ما تقول انه لا انا دراستي اقل من غيري، لصار مدرب دولي وصل له 15 سنه وما غير طبعا. بالعكس عم يتطور. قد ايه بتشوف هذا الشيء انت قادر اليوم تنقله لكل الاشخاص اللي عم بتدربهم؟ تمام، فيني احكي لك يعني اول شيء تجربتي انا، بعدين التجارب للطلاب اللي صاروا عندي، بعدين صاروا يعني شوي شوي وصلوا ل هنقول صفه مدير. وقت فتحت المعهد، معهدي الخاص، بلشت باربع كمبيوترات تمام، وفينا نقول بلشت يعني بال 2009. هلا 2009 10 11 بلشت الصعوبات وكلياتنا نحن بلشت الحرب بنعرفها، بس بظل هذه الصعوبات بدال الاربع كمبيوترات صار عندي 21 لابتوب، بدال المركز واحد صاروا مركزين تمام. الاصرار وحب وشغف الشيء اللي نحن عم نساوي هو اللي بيعمل هذا الشيء. كثير في طلاب عملوا الدورات عندي راحوا انا بدي استلم انا خايف شلون هيك، يقولي يعني بركي فوتنا الدنيا بالحياه، لانه هي المحاسبه فينا نقول وبالتحديد مثلا كان على الكمبيوتر او على غير الكمبيوتر الخطا مشكله طبعا. صح ان كان ورقيا عم نحكي تماما، ومو انه عم نعد مصاري او بالصندوق وهالقصص صح تمام. الواحد بس يوثق انه انا فعلا هي الوظيفه الي تماما بيجذبها. يعني دائما بقول لهم للطلاب انا انه مجرد انت ما كنت بهذا المركز هذا اوكي انت حتنجح فيه، وانت حتكون محل اللي عمل لك الانترفيو مره من ذات المرارير. هي انا دائما بقولها للطلاب تمام. صار يعملوا مقابلات بشركه كبيره هون بدهم موظفين ما حدا ينجح فيها، انت رحت انا بدي فيدهم لطلابي، قدمت السي في تبعي، ثاني يوم فورا اتصلوا مبين انه سي في قويه وخبره وهالقصص هي. اما عملت الانترفيو الاول، بعدين الانترفيو الثاني، بعدين الثالث، وصلت للمدير اللي هو بده يكون مسؤول عني. اخر شيء طلبت راتب ضخم بوقت كان يعني انا خلص بدي اخلص المقابلات مشان اعرف شو الاسئله والقصص، وكليات الاسئله جهزتها لطلابي. قال لي انه انت شو المطلوب، يعني انه طلبت راتب كبير واعطيناك، شو المطلوب؟ قلت له انا بصراحه جاي مشان اخذ الاسئله اللي انتم عم تطرحوها للطلاب صريحه لحتى اعطيهم اياها اخر هي باخر انترفيو تمام. قال لي اوكي، وفعلا حكيتها للطلاب قلت لهم هي الاسئله عم تنطرح وهيك حلها مشان وقت تفوتوا على هالانترفيو هي تنجحوا 100%.
وفي اكثر من طالب كمان نفس الشيء صار بهالوظيفه هي وحكى يعني لتذكر هي صوره وانا بالمكتب اللي انت عملت فيه الانترفيو. تمام. كثير حلو الواحد انه يعني يفوت بهذا المجال خاصه مثلا كان الكمبيوتر او المحاسبه او القصص هي ويثبت حاله فيه. طبعا باي مجال مثل ما كنا عم نقول اساس فادي نحن بنختاره بيكون عندنا رغبه فيه بنطور حالنا واكيد بنوصل للي بدنا اياه. مشكور كثير انك كنت معنا اليوم. بدي اتمنى لك التوفيق وتحيه كمان لكل طلابك اللي كمان مآمنين فيك. شكرا لك. شكرا لك استاذ فادي.